فلن يكفروه. العمل الخير كفر في اللغة العربية بمعنى الستر. الكفر يسمى كفرا لأن الكافر يستر الحقيقة، لأنه لا يؤمن بالله أو بالرسول أو بالمعاد، فيسمى كافرا أي ساترا للحقيقة. يعني إذا عمل الإنسان عملا صالحا أي خير كان لن يكفر، يعني لا يستر عمله الصالح، وإنما في الدنيا يشهر بأن هذا أهل خير، وفي الآخرة يذكر ويكون إنسانا له مقام رفيع. وما يفعل من خير فلن يكفروا. خير شنو؟ تعطي فلوس لإنسان، هذا خير. تأخذ يد أعمى تقوده إلى المسجد أو إلى المتجر أو إلى السوق أو إلى ذاك الصوب من الشارع، هذا خير. تسلم في بيتك على أهلك، سلام عليكم، على طفلك، هذا خير. تأتي إلى الصلاة صبحا فيحضر الصلاة صباحا ظهرا مغربا جماعة، خير لن يكثر. تذهب إلى الحج، إلى الإمام الرضا، إلى كربلاء، إلى النجف، إلى المدينة المنورة، هذا خير. بنيت دارا لفقير، هذا خير. زوجت عزبا، هذا خير. كسوت عاريا، هذا خير. أطعمت جائعا، هذا خير. أركبت إنسانا في سيارتك. يا شباب انتوا أغلبكم عندكم سيارات، إنسان اللي يمر يشوف واحد واقف بالشمس يشيله وياه، بسيط، هذا خير. الإنسان لازم لا يقول أنا عندي شغل، هو ما عندي شغل، مسكين الواقف هنا. رجل امرأة، خصوصا إذا كان كبير السن، رجلا كبيرا، امرأة كبيرة، مرأة، أعمى، ولدا، وقف بالشمس يوقف لك إيدك، وقف له، شكو ما نعمله، وشيله، والدينة تتمكن توديه إلى مقصدة هو بيته بالصباحية، تتمكن توديه إلى رميسية وتغطي هناك مثلا، أو فرد مكان في، أو فرد مكان ماكو مطر، إنسان هو أي يشوف حقيقة. نشوف أنه واقف تحت المطر، واقف تحت الشمس، رجل كبير، امرأة كبيرة، طفل، امرأة تحمل طفلة، هذا خير. أيضا دكان عندكم، يأتي إلى دكانك إنسان مبين منه فقير، أغرض هذه البضاعة دينار، يعطيك 900 فلس، أقبل منها 100 فلس، أحسب على الله سبحانه وتعالى. مريض يأتي إلى المستشفى، إلى الدكتور، دكتور هسه وقت راحته، هسه مستريح مثلا، او دكتور مشى يحتاج الى راحه، لكن اقضي حاجه هذا الرجل، هذا خير. كل شيء قلبك يقول لك انه خير تعمله. اما عندي شغل وما عندي خلق، هسه انا استراحت، ومن الحجيات العاديات، هذه لا تنفع. وما يفعل من خير فلن يكفروه. الشيء الذي عمله الإنسان من خير لأبيه، لأمه، لأخيه، لأخته، لجاره، لقريبه، لصديقه، لمسلم، لكافر، لحيوان، هذا خير أيضا. حتى أنت إذا أعطيت لقمة إلى حيوان، هذا خير. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكل أحدكم
وذو عينان ينظر ولو من الهر. بزونة إذا تأكل وفرد بزونة تباوعك ليكون هالشكل، فرد لقمة ذبل. أو قاعد هو مثلا أنه يأكل سندويش أو دندره مثلا بوفة، فرد ولد طفل صغيرك وهناك، هذا اللي يحرم حقيقة. شو الذبل هذا خير أيضا، وما يفعل في دارك أيضا هكذا. أقول قسم من الآباء ما يفهمون، يأكل لك للزيارة طفل ما يطيش يأكل، وزوجته ما يطيش، مو صحيح. وما يفعل من خير فلن يكثروه، يعني إذا عملت عملا خيرا هذا العمل مسجل لك. أكو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الله ليربي صدقة أحدكم ويربيها حتى يجعلها كجبل أحد ثم يسلمها إليه. هذا هو جبل أحد، تدري ايش كبره؟ فصدقه دينار. الله يكبره 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 يكبره، فمرة تشوف دنانير بمقدار جبل أحد، الله يرجع. أو أطعمت أو كسوت أو أعطيت أي خير كان، وما يفعل من خير فلن يكفره. هذا الآية المباركة. وقصة، القصة أن أحد الحجاج من يزد، يزد أحد مدن إيران، مدينة متسمة بالصلاح والخير، وفيها علماء وفيها مدارس وفيها مساجد وفيها مكتبات وناس طيبون، وأغلب الخبازين في الكويت والبقالين أغلبهم منو؟ اليزدي. هنا مقر حسينية، حسينية من؟ حسينية اليزديين. يزدي يزدي يزد مدينة جميلة، وسابقا كانت تسمى بدار الإيمان لكثرة المؤمنين فيها. هذه المدينة واحد منها يعني كثير حجاج راحوا للحج. أحد الحجاج زار المكة المكرمة، بعد المكة المكرمة زار المدينة المنورة. مستحب شرعا الإنسان الذي يذهب إلى الحج أو العمرة يزور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويزور فاطمة الزهراء وأربعة من الأئمة. في أين؟ في المدينة. ست من المعصومين في المدينة: الرسول الأعظم، فاطمة الزهراء، الإمام الحسن، الإمام السجاد، الإمام الباقر، والسادس من؟ الإمام الصادق. هذول الستة في المدينة المنورة. ولذا إذا صار عندكم في العقلة فرصة وما رايحين للعمرة، روح للعمرة وبسيط هنا عمرته، سيارتك تركب وتروح في أمان الله. هؤلاء الزوار راحوا إلى أين؟ هؤلاء الزوار راحوا إلى الحج، وبعد الحج راحوا إلى المدينة المنورة. أحد الزوار الحجاج الإيرانيين من أهل يزد رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول في المنام قال له: إذا رجعت إلى بلدك يزد اذهب إلى بهرام المجوسي. في يزد أكو كمية مجوس إلى الآن موجودين، جبر يسمى بالفارسي باللغة الفارسية جبر، وباللغة العربية يسمونه بالمجوس. هؤلاء دين كان قبل عيسى عليه الصلاة والسلام 2500 سنة، ثم حرف هذا الدين، وعندهم كتاب محرف واسمه كتابهم أوستا. أنا شايف الكتاب وقارب الكتاب مالهم. كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، مثل ما صنع اليهود والمسيحيون بكتاب موسى وعيسى. إذن المجوس باقين الآن قد قليل منهم، موجودين في إيران عد قليل منهم، وموجودين في الهند عد قليل منهم، لعله فرد 10-15 منهم أيضا في الكويت موجودين. إذن يسمونه بالجبر أو المجوس. الرسول في المنام قال لهذا الحاج اليزدي، قال: إذا رجعت إلى يزد فاذهب إلى بهرام المجوسي. بهرام هناك تاجر ياز مجوسي من المجوس. اذهب الى بهرام المجوسي وقل له ان رسول الله يسلم عليك ويقول لك ان قصرك مع قصري في الجنة. حج قام من المنام مستغرب،
شنو هذا المنام العجيب؟ رسول الله يسلم على رجل مجوسي، ثم المجوسي ما يدخل الجنة، كافر. الجنة محرمة على غير من آمن بالله، حرام الجنة، إلا إذا كان إنسانا جاهلا. وهناك في الآخرة امتحن دور ثاني وخرج من الامتحان ناجحا فيدخل الجنة. أما مجوسي يفهم، تاجر مجوسي في ياز ويفهم ويروح للجنة، وقصره مع قصر رسول الله والرسول يسلم عليه، ما صدق هذا يزدي الحاجي. ثم قال ما أتمكن أكذب الرؤيا أنا، لأن الرؤيا الرسول، ومن المشهور أن من رأى الرسول في المنام أو عليا أو فاطمة أو الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، هذا من رآنا فقد رآنا، هذا واقعي، لأن الشيطان لا يتمثلهم. إذا رأيت مثلا أنت بالمنام فلان بقال، من الممكن هذا شيطان تمثل بالبقال، فلان عطار، فلان نجار، فلان كناس، فلان موظف، من الممكن. أما إذا رأيت الرسول في المنام، على المشهور هو الرسول. إذا رأيت عليا، فاطمة، حسن، حسين، الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في المنام، هم هم. قال هذا الحاجي ما أتمكن أكذب الرؤيا أنا. من ذاك الصوب الرسول ما يسلم على واحد مجوسي. في يزد أكو علماء، أكو خطباء، أكو مؤمنين، أكو متقين. الرسول يسلم على هذا المجوسي، شلون يصير؟ تحير هواية وخلص رجع إلى يزد. رجع إلى يزد ما راح. شلون راح أقول؟ طيب رجل تاجر مجوسي الرسول يسلم عليك في المنام، ما راح. رأى في يد الرسول، قال هل بلغت؟ يعني خبر صدق. الرسول قال له هو هناك الرؤية الأولى ثم الرؤية الثانية، هل بلغت؟ خجل من الرسول، قال أبلغ يا رسول الله، ما يخالف لا بأس. هذا راح إلى متجر مال هذا الإنسان الشنو؟ إلى هذا الإنسان المجوسي واسمه بهرام. بهرام أصلا اسمه كوكب في السماء، أصله اسم كوكب في السماء فارسي، الاسم الفارسي له بهرام. ثم الإيرانيين يخلون هذا الاسم مثل شمس مثلا، أو مثلا بعض النساء يخلون اسمه شمس مثلا، أو بعض الرجال أيضا شمس التبريزي مثلا. أكو فرد عالم من العلماء القدامى عد التصوف مع أشبه يسمى الشمس. قسم من الناس قمر مثلا، قسم من النساء يسمون أنفسهم قمر، خنم قمر مثلا. وعلى هذا المعدل أكو هذه الأسامي. فالبهرام أصله اسم كوكب في السماء باللغة الفارسية، وبعد ذلك يسمى بعض الناس. هذا الحجي الإيراني اليزدي قام في يزد وذهب إلى متجر هذا الرجل المجوسي واسمه بهرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كما على علمكم يجب أن تعلموا أن السلام على غير المسلم مكروه شرعا. إذا مسلم سلم عليه، إذا غير مسلم أهلا ومرحبا قل له، أما السلام تسلم عليه مكروه إلا إذا تحتاج إليه، فأنت مضطر أن تسلم عليه. هذا ما أدري هذا الذي سلم على بهرام أو أي تحية أخرى قالها له. قال أنا عندي رسالة. تاجر، هو تاجر، هذا دائما إنسان مربوط بكل الناس. قال عندي رسالة. قال في الحقيقة أنا ما أدري الرسالة شلونها، بس أنا مأمور بتبليغها، لأن يخجل ويخاف، فرد مرة ينترى ويقول له فرد حاجي إلى لهذا يتحفظ. قال إني كنت هذه السنة في الحج، وبعد الحاج حضر المدينة، ورأيت الرسول في المنام. الرسول رسول الإسلام قال لي إذا رجعت إلى يز فبلغ سلامي إلى بهرام المجوسي وقل له إن قصرك مع قصري في الجنة. هذا المجوسي هذا هو لما قال هذا الكلام يستعد رد الفعل، لأن فرد شيء غريب هذا، فيستعد شلون يرد
هذا المجوسي على هذا الكلام شنو يقول؟ يقول هو حمي رسول منو انت شنو كذا، يستعد الى الرب يشوف الرب شنو وخوف وكذا واضطراب قلبه. لما قال له هذا الكلام هذا الرجل المجوسي قام يبكي، قام يبكي بعد مدة قال حقيقة الرسول هذا قال؟ قال أنا ما أعرفك أصلاً، هو رجل تاجر وأنا فلان رجل في البلد، أفرض فلان تاجر في الكويت أقول أنا شنو؟ قال إني رأيت هذا الشيء في المنام، وقال لرسول الله إذا رجعت إلى ياس فبلغ هذا الرجل المجوسي سلامي وقل له إن رسول الله يبلغك السلام ويقول لك إن قصري بحذاء قصرك وقصرك بحذاء قصري، هذا قصر الأمير وهذا قصرك مثلا. كان يمشي وقال الحقيقة رؤياك صحيح وأنا ببركة الرؤيا أسلم. شنو شرائط الإسلام؟ شرائط الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمه شرائع الإسلام وأسلم. قال زين شرائط قصدك؟ قصة جدا غريبة، رسول يبلغ على إنسان السلام. قال الحقيقة أنا بمجرد أن قلت عرفت أن رؤياك صحيح وهذا له قصة. شاهدنا في شنو؟ في وما يفعل من خير فلن يكفروه. لا تنسوا هذا الموضوع. قال أنا قبل مدة 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر كان عندنا زواج ولدي في بيت، وأنا بحكم تاجر كنت داعي جماعة كثيرة، دعونا جماعة كثيرة من التجار من الشخصيات، وطبخنا في داخل الحوش. هذا المرسوم أكو في إيران أكو في العراق أكو في الكويت ما أدري أكو أو ماكو، ينصبون القدور في داخل الحوش داخل البيت، ينصبون قدور ناس في الغرف كذا يجيبون طعام طعام له. قال نصبنا القدورة في داخل البيت، قدور كبيرة للطعام تمان ومرق ومن الأشياء المعروفة. فأنا مقاعد باعتباري أن الناس اللي يمرون بالبيت يصعدون الغرف كذا يجون لي، فأنا قاعد جنب البيت خلي كرسي حتى الناس يجون يروحون أرحب بهم استقبالهم رواحهم معشهم. يقول على أنه أنا قاعد قبل ما نصب العشاء شفت فرد مرأة جاءت إلى البيت تريد تأخذ النار. سابقا قبل 50-60 سنة ما كانت الولاعات والكبريتات وما أشبه، فكان الناس يستفيدون من الشخماخ الذي يسمى بالشخماق أو شخماخ أو ما أشبه. كبريت كانت جدا قليلة، ولذا الجيران كانوا يأخذون النار من بيوت الجيران. يقول جاءت امراه تريد اخذ النار من تحت القدر، اكو مانا اخذت النار من تحت القدر وراحت. بعد شويه بعد 5 دقائق هم جاءت واخذت النار وراحت، عجبتها نفس المراه عبايتها متبينه شكليتها متبينه. مره ثانيه جاءت اخذت النار وتريد تروح. انا شفت هذه شبيهه إلو اشتجي وتأخذ نار مرة زين مرتين زين ثلاث مرات ما له معنى، أعقبها أشوف شنو أتباع القصة. يقول رحت وياه عرفت أنها جيران، وجيران يعني ملاصق بالبيت، جيران شوية بعيدة. مثلا أفرض بيتهم هنا هذا الرجل بهرام وبيت هذا أفرض حزيني اليزدية مثلا أنا على القرب. أنا عقبتها دخلت في بيت شفت أطفال صغار واقفين باب البيت، هذه الأم راحت هم الأطفال سألوا عنها جبتي النعشة؟ قالت لا والله أنا خجلت لأنه أنا ما مسوي هالعمل أروح أتجد نفس مرات رحت أريد أقول فرد واحد وخجلت أنه أخذ منهم طعام. يقول فتبين لدي أن هذه المرأة كانت تأتي لتأخذ العشاء. سألت لنفرد واحد ما أعرفها أنا، قلت هذا البيت بيت منه؟ قال هذا بيت فلان إنسان سيد. قلت زين يعني شايفه أحيانا، وين هذا السيد؟ قال هذا السيد منذ مدة ميت
سيء من أحفاد رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. هذا ميت وترك عائلته، يكون فلت منهم عائلته، منين يأكلون؟ هو هذا الإنسان قال لي الحقيقة هذول في أشد حالات الضيق، ولي أمرهم ميت وماي باقية ويتم واحد جهال صغار أطفال وحالتهم شديدة، يبيعون أغراضهم تدريجيا، ثم تدرون الأغراض القديم العدة لا يشترى إلا بعشر القيمة، أغراض هذا التليفون 10 دنانير، إذا صار عطيق ودي للسوق كم تشتروا؟ دينار يشتروا أو الزولية المشكشكة مثلا بيش يشتروا؟ وعلى هذا المعدل يقول كريستيان. اجيت للبيت قلت للطباخ صب الغداء في صينية، فصببت أحسن غداء لهم، وقال للطباخ شيل هالغداء تعالوا وياي، التمان ودجاج ومرق ومع التاجر وزواجه ولده تشكر على قولها. يقول جبت للحوش، دقيت الباب، جاءت قلت هذا طعام من بيت بهرام المجوسي لكم أدية، ما قلت لها شيء، قلت أدهم زواج، يقول أنا مرحت شخصيا، أدهم زواج وللجيران دزوا من الطعام ولكم هذا الطعام. يقول أخذت الطعام ودخلت البيت، دخلت البيت وأغلقت الباب، صدف الباب وتشكرت مني، وقفت أشوف شنو تقول هذا الشيء. أكو في الأحاديث إذا أعطيتم، هاي الحديث نأتي إلى القصة، يقول إذا أعطيتم الفقير شيئا لتنسون هذا الشيء. حسينية، مسجد، مدرسة، طلب، فقير، أعمى، أرملة، أولا الفلوس خليه هنا هالشكل يطيب، يعني مثلا شوف حتى إخوان قسم من الصغار يعرفون زيان، يعني مثلا تريد تطيها الفلوس مثلا مفروض هالشكل يطيب هالشكل، حتى هو يشيل إيده من فوق إيدك، لأنك في الحديث لأن يد الله يأخذ الفلوس، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يعني من يأخذ الصدقات؟ الله يأخذها. فأكو في الحديث وقت اللي تريد الفلوس هالشكل حتى هو الفقير هالشكل يشيله، مو أنه هالشكل تطي حتى يكون يد الله تحت يدك، ولا هالشكل اطي حتى يكون يد الله مساوية ليدك، الله ما له يد لا شك فيه، وإنما قصد من هذا الشيء أن هذا الفلوس يروح إلى الله، فلازم احترام الله سبحانه وتعالى، وتجعل يدك السفلى ويد الفقير العليا، هذا شيء. الشيء الثاني، من المستحب أن الفقير يدعو لك، وفي الحديث أن دعاه مستجاب، أعطيت إلى فقيرا شيئا، الفقير قال بارك الله فيك، الله يعطيك خير، الله يستجيب هذا الدعاء بصدق آداب. لكن شاهدنا في هذا الأدب الثاني، وهو أن الفقير إذا أخذ شيئا ودعا لك فدعاه يستجاب. وحتى أكو في بعض الأحاديث إذا أنه هذا الشيء ما يحمل الفقير منه وإهانة، اطلب منه أن يدعو لك، يعني أنه شفت فرد فقير لكن لا كمنه وكإهانة، وقدمت له شيئا من طعام من مال من مسكن من زوجة من أي شيء، بس مو لازم الفقير تعطي نصف دينار، لا بيت تشتري تعطي إلى فقير، اطلب من الفقير أن يدعو الله لك لأن دعاه مستجاب. بهرام يقول وقفت وراء الباب، شفت على أن هذه الأماية قالت لأولادها الصغار السادة، قالت لأولادها، قالت إن بهرام هذا رجل مجوسي أحسن إلينا، وإحنا من نملك أن نرد على إحسانه إحسانا، أحسن شيء ندعو له قبل ما نأكل، ارفعوا أيديكم بالدعاء. هؤلاء الأطفال الصغار رفعوا أيديهم بالدعاء، الأمية تدعو وهؤلاء الأطفال الصغار يؤمنون، قالوا اللهم اهد بهرام المجوسي إلى الإسلام، هؤلاء الأطفال أمنوا، ثم قالت لهم اللهم اجعل له قصرا إلى جنب قصر جدنا رسول الله،
وهؤلاء الأولاد الصغار أيضا أمنوا بالدعاء، هذا هو. ثم قالت لهم الأم أكلوا. يقول أنا من سمعت هذا الحكي هواي أخذتني ردة فعل، لأن أطفال صغار وهالشكل جواعة ويدعون أخذني رد فعل كبير. رحت للحوش هواي أنا متأثر. بالمنام نمت، هو البهرام يقول، يقول وقررت أن أتعاهدهم بالشيء لأن أنا تاجر وهذا الفقرة. نمت في المنام شوف الصحراء المحشر وخبصة وشيء عجيب غريب وخوف واضطراب وما أشبه. ورأيت في المنام أن إن أشوف الجنة إن شاء الله إذا رحنا إلى المحشر، جنة إلى جانب والنار إلى جانب نعوذ بالله. يقول شفت في المنام الجنة وشفت أن رسول الله رسول الإسلام يقولون قصر هذا، وإلى جانبه قصر. في المنام قالوا إن هذا قصرك أنت يا بهرام على شرف الإسلام. يقول أنا تعجبت من هذه الرؤيا، وشلون هذا الشيء هذا قصرك على شرف الإسلام؟ وقلت من المنام فكرت فيه، لكن ديني تقاليدي أنا رجل مشهور بالمجوسية، خلاص الموضوع أجي في ذهني تخالج وراح الموضوع من ذهني. الآن اللي أنت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام بلغك السلام وقال إن قصرك مع قصري، علمت بأن الرؤيا كانت صحيحة، رؤياي صحيحة ورؤياك صحيحة أيضا، والآن أنا مستعد للإسلام وأسلم وحسن إسلامه وأشهر إسلامه في المجتمع ذلك اليوم، وصار من تجار المسلمين الأخيار ببركة ماذا؟ ببركة إخلاص إعطاء الطعام بلا منة ولا جزاء ولا شكور. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، لن ينفي الأبد، يعني أبدا هذا الخير الذي فعلوه الله ما يمحي أبدا. شنو إخلاصك في خدمتك؟ شنو إخلاصك في إنفاقك؟ شنو إخلاصك في عطائك؟ الله سبحانه وتعالى يأخذ هذا الشيء يربي يكبره. أحيانا هذه الصدقة تسبب أن تؤهلك للجنة وأنت مو من أهل الجنة قبل ذلك، لكن هذه الصدقة سببت أن الله سبحانه وتعالى الله سوى هذا الشيء، هذا يشوف نفسه بالرؤيا هذا وذاك يشوف هذا الرؤيا في المنام حتى هذا الرجل يسلم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، الخير الذي الإنسان يعمله أي نوع كان هذا الخير لن يكفر، وأن الله سبحانه وتعالى يضاعفه ويضاعفه ويضاعفه حتى يرده إليه في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.